السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تبعات قصف التحالف العربي لمعسكر الشرطة العسكرية في صنعاء وسقوط ضحايا من المعتقل. لا تزال تبعات حادثة استهداف معسكر الشرطة العسكرية في صنعاء تتوالى تباعا، ولا زال أهالي المختطفين يتتبعون جثث أبنائهم في المستشفيات بحثا عن ناجين، وكل يوم تتكشف ضحية جديدة وتتعاظم المأساة وينقطع الأمل عند البعض ممن كانوا يأملون أن يتخلص أبنائهم من قيود السجان، فإذا هم يذهبون دون رجعة. بيان أمهات المختطفين أكد أن السجن كان يحوي بداخله 200 مختطف وأن العشرات منهم مفقودين، وبين من يقول إن الميليشيا تتحمل المسؤولية كونها وضعت المختطفين لديها في أماكن مستهدفة وتبريرها بالقول إن التحالف كان على علم بالمعتقل عن طريق الصليب الأحمر الدولي الذي سبق وأن نقل إليه الخبر. تتلخص معاناة المئات من الأسر التي وقعت بين جور التحالف العربي والميليشيا، ونتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي تبعات استهداف التحالف العربي لمعتقل الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء؟ وإلى متى سيظل الدم اليمني مهدورا بين الميليشيا الحوثية ولا مبالاة التحالف العربي؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. في 13 ديسمبر شن التحالف العربي 6 غارات على معسكر الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء، ليكشف فيما بعد أن الميليشيا كانت تتخذ من المعسكر معتقلا لمختطفيها من المدنيين. الحصيلة الأولى للحادثة كانت 39 قتيلا بحسب وكالة رويترز للأنباء، أما الجرحى فكانوا بالعشرات ومثلهم المفقودون تحت الأنقاض. وبمرور الوقت بدأت الحصيلة ترتفع واتسع هول المأساة، فمعظم القتلى من المدنيين المختطفين لدى الميليشيا الذين تم وضعهم دروعا بشرية في مواقع مستهدفة. بعد الحادثة بدأت الاتهامات تخرج للعلن، حيث صرحت الميليشيا أن الصليب الأحمر الدولي كان على علم بالمعتقل وأنه أبلغ التحالف العربي بوجود معتقلين في المكان المستهدف. أما التحالف العربي فلم يعلق على الحادثة حتى الآن. أمهات المختطفين أصدرت بياناً أكدت فيه أن أعداد من كانوا في المعتقل لحظة القصف يقارب 200 مختطف، وأنه فقد العشرات منهم تحت الأنقاض، معربة عن إدانتها واستنكارها لهذه الحادثة التي تعد انتهاكاً لكل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين والمختطفين. ولكن ماذا عساها أن تفعل الإدانة؟ فالواقع أن المختطفين اليمنيين وهم بالآلاف واقعون بين مطرقة الميليشيا وسندان التحالف العربي، الكل يقتل فيهم وبلا هوادة، فمن لم يمت تحت سياط التعذيب يستلقفه الموت بغارة طائشة وغير مبررة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ستكون معنا من صنعاء أم ياسر من رابطة أمهات المختطفين، وأيضا سيكون معنا من الرياض مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية الأستاذ سليمان عسكر. أبدأ مع أم ياسر من صنعاء. مرحبا بك أم ياسر. أهلا وسهلا أم ياسر. آخر المعلومات الآن لديكم عن الذين تم قصفهم بمعسكر الشرطة في صنعاء، هل تم التعرف على عدد الشهداء؟ هل تم تسليم هؤلاء الشهداء لأهاليهم؟ هل لا زالت هناك جثث غير معروفة؟ حدثينا كل التفاصيل لديك. هناك أكثر من 30 جثة إلى الآن على حسب استعداد الحوثي، يعني نحن لا نستطيع إلى الآن عد الجثث. نعم. أو معرفة من كان في السجن، لأنه تعتيم إعلامي، تعتيم مدني سكاني حتى على أهالي المختطفين. جميع المختطفين محرومين من الزيارة من أهاليهم 6 أشهر، فلا نعرف من في سجن الشرطة العسكرية ومن في السجون الأخرى، فنحن لا نعرف من بداخل هذه السجون أصلا، إلا هذه الإحصائية التي خرجت من ميليشيا الحوثي على أساس أنه أكثر من 30 شهيد نحتسبهم عند الله شهيد. لكن الذي نعرفه أن هناك أكثر من 200 مختطف، سواء كان أسير أو من المدنيين الذين كانوا في مناطق اليمن المختلفة ومدنها،
أكثر من 200 مقتطف في هذا السجن. نعم. فيبدو أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير، وهذا الشيء تتحمله الميليشيات، أكثر من 200 مقتطف. نريد أن نعرف ما هي مصائرهم. من ظهرت الآن 32 اسم فقط. نعم. بين جثة وأشلاء، يعني هؤلاء. نعم جدا. نعم أم ياسر، هؤلاء 32 تعرفتم عليهم في رابطة أمهات المختطفين وتم تسليمهم لأهاليهم؟ نعم، بعض الجثث وأيضا الأشلاء. نعم 32. نعم طيب، الآن بقية الذين الآن لا تعرفون مصيرهم، هل تم التواصل مع الميليشيا أو نقلوا لكم أي معلومات عن حالهم؟ أيضا الجرحى. ميليشيا الحوثي لا يوجد بيننا وبينها خيط، لا تريد أن تعترف لا حتى لنفسها أن هناك أصلا مختطفين أو أن هناك جرحى أو شهداء، يعني فقط من خلال البيانات التي تظهر لنا ومن خلال أهالي المختطفين وما يصل لهم من ميليشيا الحوثي، يعني فقط نعرف من أهالي المختطفين أن ميليشيا الحوثي اتصلت بهم تعالوا استلموا جثث ابنكم أو أشلاء جثث ابنكم. من خلال الأسماء أيضا التي أظهرتها ميليشيا الحوثي في وسائل إعلامها أنهم 32 جثة، لكن نحن نحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية 200 مختطف. نعم. في هذا السجن. نعم، الميليشيا أيضا تحدثت أن هناك أكثر من 70 جريح في هذا القصف، هؤلاء الجرحى أم ياسر هل سمح لأحد للوصول إليهم والاطمئنان على صحتهم حتى من الصليب الأحمر؟ أقصد أسماء. لم تظهر حتى أسماء من هم الجرحى، من هم أيضا بقية الشهداء، يعني الآن هم يتكلمون عن الطابق الثالث. الشرطة العسكرية 3 طوابق يا أخي، الطابق 2 طوابق، الطابق الأول والثاني والبدروم. طيب الآن أنتم تتكلموا عن أسرى، جميع الأسرى هذا اللي خرجوا الأسماء كلهم جميعهم أسرى حرب. طيب نعم. بقية المختطفين أين هم؟ ما مصيرهم؟ هل ما زالوا في السجن أم هربوا أم خرجتوهم؟ لا نعرف ما الذي يحصل في هذا في هذه السجون، ولا نعرف من الذي بداخل هذه السجون، ومن الذي قتل، من الذي استشهد، من الذي جرح، من خلق فقط الأسماء التي أخرجتها من ميليشيا الحوثي. نعم، سؤال أخير فقط أم ياسر، المدة التي يعني نقلوها هؤلاء السجناء إلى معسكر الشرطة العسكرية ما هي؟ هل كنتم تعرفون بداية المدة التي نقلهم إليها؟ لا نعرف، لأنهم كانوا متنقلين ما بين سجون وسجون، حتى أن بعض المختطفين علمنا من أهاليهم مختطفين مدنيين وليسوا أسرى حرب، مختطفين مدنيين كانوا من ضمن الشهداء ولم يذكرها ولم تذكرها وسائل إعلام الحوثي. استشهدوا. نعم. في هذا القصف، كانوا في السجن السياسي. تفاجأنا. نعم. أنه في سجن الشرطة، يعني هناك تنقلات يعني تكتيك بين الحوثيين بحيث أن يكون المختطفين دروع بشرية يضعونها في الأماكن التي تقصفها التحالف، بحيث. نعم. إذا حصل قصف في أي مكان معين، إذا على سجون أو معسكرات أو أماكن تجمعات سلاح، وهذه معروفة عليهم من 2013 منذ دخولهم العاصمة، بحيث تكون دروع بشرية أينما وضع التحالف ضرباته وقصفه جعلوها مطية على التحالف. نعم، أنتم في الرابطة حملتم التحالف المسؤولية أم الحوثيين؟ من حملتم المسؤولية؟ سؤال آخر فقط. نحمل أولاً ميليشيا الحوثي، لأن المختطفين أغلبهم مدنيين يا أخي، أكثر من 3,000 أو 5,000 مختطف، هذا شيء غير معقول، يعني السجون تكاد يعني على قولتنا نحن اليمين تطفح من المختطفين 3 سنين ونحن لا نعلم يعني في أي سجن، والمشكلة أنهم لا يجلسون في مكان معين. نعم. لكن يتم نقلهم وتعذيب الأهالي التعذيب النفسي من مكان إلى مكان آخر. محمل الحوثي أولا. شكرا. مسؤولية حياة كل المختطفين اليمنيين، سواء كانوا أسرى أو كانوا مختطفين مدنيين من بيوتهم ومنازلهم وأماكن أعمالهم وأحيانا من الشوارع. من حاراتهم من الأسواق. نعم. شكرا. يختطفون بشكل جنوني، نحملهم أرواحهم. نعم. ثانيا نستجدي ونحن نطالب الشرعية بأن يعني توضح لنا ما سبب القصف وكيف تم القصف وما. نعم. الذي جرى. إذن يعني طيب أم ياسر، مسؤولين جدا من الذي يحصل. نعم، شكرا لك يا أم ياسر، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من صنعاء، وأنتقل إلى الرياض مع الأستاذ سليمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن. مرحبا بك أستاذ سليمان.
اهلا وسهلا. اهلا اهلا استاذ سليمان. الميليشيا الحوثي قالت بانها ابلغت الصليب الاحمر بان هؤلاء المختطفين في معسكر الشرطه العسكريه وتم ابلاغ التحالف. اذا السؤال الاهم، لماذا التحالف العربي يقصف هذا المعسكر وهم يعلمون ان فيه مختطفين ومعتقلين؟ عزيزي، بما ان كلامك تقول انها ابلغت الصليب الاحمر، فلماذا لم يصدر الصليب الاحمر بيان؟ هذا دليل ان هناك خطه مرسومه مكذوبه من الحوثيين. الحقيقه انا سارويها لك وانا اتحمل تبعيات هذه المعلومه. الحوثيين قاموا بعد مهاجمه القصر الجمهوري، قصر الرئيس علي عبد الله الصالح في صنعاء، باخذ عدد كبير من الاسرى وضعوهم في موقع البحث الجنائي في الشرطه العسكريه. ثم بعد ذلك اتت مشايخ قبائل ووفود تطالب باطلاق سراح هؤلاء. فالحوثيين حاولوا ان يتخلصوا مبكرا من هؤلاء ووضعوهم في مواقع، وهم من قام بالقصف. هذا من جانب. الجانب الاخر التحالف الى الان. نعم طيب استاذ سليمان، انت الان تقول بان القصف هم الحوثيين من قصفوا معسكر الشرطه وليس التحالف. لم اقول القصف. ها، التحالف لديه ناطق رسمي يرد على اي اعلامي سواء من المملكه العربيه السعوديه او العالم العربي او اي اعلامي في العالم، يعني ليس هناك اي تحكم. والتحالف لديه ناطق يتكلم بكل شفافيه وكل وضوح. وحادثه صاله الافراح في صنعاء ناطق التحالف اوضح الحقيقه. ليس هناك اي تعتيم اعلامي على دور التحالف. نعم طيب، هناك حمله ممهنجه يتبعها الإعلام الإيراني القطري الحوثي. نعم. ضد التحالف. نعم، إذن هذه كلها معلومات غالطة برأيك أستاذ سليمان ولا صحة لها، ولكن الميليشيا هي من قامت بهذا الترويج. نعم. طيب. نعم نعم، وأنا أضيف إليك أنهم أصدروا قائمة، للأسف الرقم الذي أوضحته 39 غير صحيح، أصدروا قائمة تقوم 80 شخص قتيل. يا سيدي دعني أسألك سؤال، كيف عرفوا عدد القتلى؟ كيف عرفوا الأسماء؟ كيف عرفوا من توفي ومن نجا ومن هو مفقود؟ إذا هناك مخطط حوثي مرسوم مسبقا. أنا أتفق مع الأخت أم ياسر من صنعاء حيال التهامة على الحوثيين. الآن الأمم المتحدة تتهم الحوثيين، الشعب اليمني يتهم الحوثيين، التحالف يتهم الحوثيين، أهالي الأسرى يتهمون الحوثيين، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ نعم. طيب التحالف العربي أستاذ سليمان دائما ما يتحدث بأنه حريص على حياة المدنيين ويتجنب أن يستهدف أهدافا مدنية. عندما يتم استهداف مثل هذا المعسكر وهو يعني يحيط فيه مدنيين ومنازل مدنيين وتضررت العديد من المنازل، لماذا لا يتجنب التحالف على الأقل مثل هكذا يعني أهداف قد تؤثر على محيط مدني ويسقط فيها ضحايا مدنيين؟ أي مواقع تحوي على سكنات عسكرية أو تجمعات قيادات عسكرية حوثية هو محل خط أحمر وضربات التحالف. التحالف يتجنب المواقع المدنية داخل صنعاء، تعز، مارب، أي موقع مدني التحالف يتجنبه. نعم. هل يعني كان هناك ربما أكثر من مرة أستاذ سليمان عروض عسكرية للميليشيا، اجتماعات، هل فعلا يعني التحالف العربي يجهل كل هذه التحركات للميليشيا ولا يتم استهدافها كما يستهدف بعض الأهداف التي تصل إليه معلومات؟ هل هناك مثلا ضعف في مخابرات وإحداثيات التحالف العربي؟ يا عزيزي، العروض العسكرية التي يقوم بها الحوثيين أين تتم؟ تتم في مواقع مدنية، والتحالف لديه احترام وقانون دولي يحترم المواثيق الدولية ولا يقصد في مواقع مدنية. هؤلاء الحوثيين يلجؤون إلى المدارس، إلى المستشفيات، إلى المواقع التجمعات السكنية المدنية، لذا التحالف يتجنب كل هذه المواقع. نعم. ولدى التحالف علم يقين ودقيق بكل تحركات ومواقع وتخريج دفعات الحوثيين. نعم. طيب أستاذ سليمان ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من الرياض الإعلامي محمد الضبياني شقيق أحد المختطفين الذين استشهد في هذا القصف. مرحبا بك أستاذ محمد وعظيم الأجر والمواساة لك ولأسرتك ولجميع الشهداء الذين قضوا في هذه الحادثة. الحمد لله على ما على قضائي وقدري، والحمد لله على استشهاد أخي مع ثلة من أنبل شباب اليمن الذين وقفوا في وجه مشروع الحوثي ونهضوه مدنيا واختطفوا من منازلهم ومقر أعمالهم. ما يشاع من قبل وسائل إعلام الميليشيا أنهم أسرى حرب، لم يكن أغلب المختطفين هم أغلب
الذين استشهدوا هم مختطفون مدنيون، اختطفوا من منازلهم من مقر أعمالهم. طيب أستاذ يعني محمد، صف لنا قصة قص لنا أو صف لنا قصة الشهيد أمين، أخوك أمين، كيف تم اختطافه ولماذا، وما هي المدة، وكيف تم وضعه في هذا المكان وتم على إثرها قصف المكان واستشهد فيه؟ أخي أمين هو مصمم لوحات إعلانية ويعمل في محل دعاية وإعلان. نعم. جاء الحوثيون واقتحموا هذا المحل واختطفوا أخي أمين إضافة إلى أخي الأصغر مأمون، ثم أودعوهم في سجن في قسم علاية لمدة أسبوع لمدة 10 أيام، ثم حصل هناك ابتزاز من قبل الحوثيين. نعم نعم أستاذ محمد. يعني ثم تم دفع المبلغ بعد الابتزاز ونقلوا أخي أمين إلى السجن المركزي، وقبل شهر ونصف حينما اقتحموا السجن المركزي اقتحمت الميليشيا أخذت 30 مختطفا كلهم مختطفون مدنيون، أخذتهم وأودعتهم في سجن الشرطة العسكرية، بقي 5 أسبوع كامل لا نعرف أين هو. ثم اتصل بنا أخي الشهيد ويقول أنا في الشرطة العسكرية، كان يقول لنا ويتصل لأهلي لوالدتي لإخواني أنهم يتعرضون لقصف، وأن الحوثيين ما أخذوهم إلى هذا الموقع العسكري إلا في رغبة دفينة وحقد وحشي فاشي لتصفية هؤلاء المختطفين الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يرفضون مشروع الحوثي، وقدمه بل وتعرض الكثير من المختطفين الذين حاولوا النجاة من القصف تعرضوا للتصفية، كما يتحدث الكثير من الناجين الذين نجوا من هذه المذبحة، مذبحة الشرطة العسكرية التي أودت بحياة أكثر من 30 مختطف إضافة إلى 70 جريح. الجرحى في مستشفيات صنعاء، جرحى المذبحة لا يتم تطبيبهم، هم مرميون في الطواريد ينزفون، وكأن الحوثيين يريدون لهم أن يموتوا بجراحاتهم. هناك مذبحة ترتكب بحق المختطفين على الصليب الأحمر، على المنظمات الدولية، على الجميع أن يهبوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هناك رغبة دفينة بتصفية كل المختطفين من قبل الميليشيا، وإلا لماذا يضع مختطفين أبرياء مدنيين في مواقع عسكرية؟ إلا لأنهم يريدون تصفيتهم، وأيضا المتاجرة. نعم. بدمائهم، وهم المجرمون الأولون. هؤلاء المختطفون كانوا في بيوتهم آمنين مع أهاليهم في منازلهم، لماذا يزجون بهؤلاء الأبرياء الشباب، خيرة شباب اليمن في سجون وفي مواقع عسكرية يستخدمونهم دروعا بشرية؟ ونعرف تاريخ هذه الجماعة الفاشية التي تستخدم منذ نشأتها المختطفين دروعا بشرية. نعرف زميلنا عبد الله قابل، نعرف أمين الرجوي، نعرف عبد الله يوسف العيزري، نعرف الكثير والكثير. لابد من النجدة من الأمم المتحدة، من منظمات المعنية بحقوق الإنسان، من الصليب الأحمر الدولي، أن ينظروا إلى قضية المختطفين باعتبارها قضية إنسانية. نحن أمام جماعة فاشية لا تعتبر، لا ليس لديها اعتبار لا لأخلاق ولا لضمير ولا لإنسانية. علينا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، حتى المختطفون المهمون الذين كانوا يتبوؤون مواقع عسكرية. هناك أخبار أنهم تم تصفية وزير الدفاع، وهو ما تتحدث عنه مواقع وإعلام الميليشيا. شكرا لك الإعلامي محمد الضبياني، شقيق الشهيد أمين ناصر الضبياني الذي نقض، والعديد من زملائه في معسكر الشرطة في صنعاء. نرحب الآن بوكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. مرحبا بك أستاذ نبيل. مرحبا بكم أخي العزيز وبجميع السادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ نبيل. كموقف رسمي وفي وزارة حقوق الإنسان، كيف تابعتم ما حدث لهؤلاء المختطفين في معسكر الشرطة العسكرية الميليشيا
اتخذتهم دروعا بشرية، التحالف العربي قصف هذا المعسكر وقضوا فيه. أخي العزيز، كنا حريصين طوال الفترات الماضية ومنذ بداية الحرب أن نقوم بكل تواصل مع قيادة التحالف العربي وقيادة القوات القيادة الجيش الوطني للحديث معهم دائما عن أهمية الالتزام بما يسمى بثلاث أشياء دائما نحرص عليها، وهي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد الاشتباك الدولي. وبالفعل نلاحظ دائما مدى الحرص الكبير الذي يتم من قبل هذه القوات على التمسك على تنفيذ ما قدمناه لهم من التزامات يجب أن تكون واضحة ودولية. بالمقابل عندما يوضع عدد من المدنيين في مواقع عسكرية أصبحت بحسب قواعد الاشتباك الدولي أن هذه الجهات من الصعب عليها أن يعني عندما يقوم بالضرب على موقع عسكري بماذا ستستطيع أن تتحدث مع قوة عسكرية تضرب موقع عسكري إذا كان الطرف الآخر لا يراعي أي قيم إنسانية أو قيم دينية أو عرف أو منطق أو عقل، لا يراعي أي قيم. نعم. وبالتالي هو يضع الناس في هذه المناطق لحماية ما يضعه من إجرام داخل هذه المناطق. عندما يستخدم حديقة كحديقة الثورة في الحصبة على سبيل المثال كمستودع للأسلحة ويتم ضرب هذا المكان، وهو بحسب معلومات استخباراتية أن في هذا المكان يوجد أسلحة، الأسلحة التي تفجرت كانت أكثر بكثير مما قد يتوقعه التحالف ويتوقعه الجيش الوطني. استمرار الانفجارات في هذا المكان حتى لأكثر من 4 أو 5 ساعات هو دليل على مدى الإجرام الذي تمارسه هذه الجماعات. هي تستخدم كل المرافق العسكرية والمدنية، تستخدم الناس كدروع بشرية. ما هي في اعتقادك أخي الكريم كيف تستطيع أن تتعامل مع هذه الجهة؟ طيب. هل ستنتظر فقط إلى أنها ستكدس الأسلحة وستضع الناس وبالتالي لن تستطيع أن تحاردها؟ نعم. طيب أستاذ نبيل، ابقى معي، أعود للرياض مع الأستاذ سليمان عسكر. أستاذ سليمان، إذا برأيك سؤال أخير فقط، ما هي الآلية التي يمكن من خلالها الحفاظ على عدم يعني استهداف مدنيين من قبل طيران التحالف، لا سيما بعد أن تعمد الميليشيا وبطريقة ممنهجة استخدامهم كدروع بشرية أو وضع أسلحة في هذه المناطق التي تكتظ بالسكان؟ أستاذ سليمان، أي اسمح لي بالسؤال. نعم. أنت مصر على أن التحالف هو الذي قصف، ما هي الأدلة المتوفرة لديكم؟ أستاذ سليمان، أنا لا، هنا لست بصدد الحكم القطعي، ولكن وسائل الإعلام تحدثت، المختطفين المعتقلين اللي كانوا في صنعاء تحدثوا بأنه قصف للطيران. أنا هنا لا أنفي ولا أؤكد، أنا أنقل خبر. وأنت وسائل الإعلام يا أستاذي، نعم، أنت مستضيفني، دعني أعبر عن رأيي بالتأكيد. نعم. لا أعبر عن توجه قناتكم. أنتم، أنا سألتك أستاذ سليمان نحن نحترمك ونقدرك ونشكر تفاعلك معنا. اسمح لي فقط نحترمك ونقدر تفاعلك معنا دائما في برامج قناة بلقيس، وهذا يعني شيء يسرنا، وهي أيضا لنقل الحقيقة ولتكون الحقيقة مكتملة. سؤالي كان واضح، يعني ما هي الآلية التي يمكن عن طريقها أن يعني يتجنب التحالف العربي من استهداف أماكن مدنية تعمد الميليشيا على يعني تفخيخها بالأسلحة أو استخدام هؤلاء الناس دروع بشرية؟ أوكي، سأجيبك. أولا، في التقرير المبدئي الذي استعرضته على القناة يا سيدي، أنتم تقولون في التقرير بأن هؤلاء المدنيين أصبحوا بين مطرقة الحوثيين وسندان التحالف، بينما الحقيقة المعترف بها أنهم بين كماشتي الحوثي. هذا من جانب. نعم. الجانب الآخر، دائما تقطعون بأن التحالف يتعمد المدنيين. يا أخي، قبل 3 أيام الحوثي قصف منزل في للأيتام في تعز، ذهب ضحية 19 شخص من 14 طفل، لم تشيروا لذلك. ولا نحن نغطي كل الأحداث أستاذ سليمان، ونحن من نعري الميليشيا في كل نشراتنا وفي كل برامجنا، وهذا عمل انتهيت القناة. الجريمة جريمة أيا كانت، من كان يستهدف المدنيين، وبالتأكيد الميليشيا هي تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة على هذه الأحداث، لكن هذا لا يمنع أن نتغاضي أو نغض الطرف عن أخطاء للتحالف العربي تستهدف مدنيين. أي حرب لا بد أن تحمل أخطاء، ولكن أقول لك بالبنط العريض. نعم. يا سيدي، ناطق التحالف العميد تركي
أكثر من مرة تركي المالكي عندما يظهر فإنه يضع النقاط على الحروف ويتكلم بكل وضوح وكل شفافية ويعترف ولديه من الرجولة ما يكفي أن يتكلم بالحقيقة. ولكن أريد من ناطق الحوثيين أن يكون رجلا ويظهر لنا مرة واحدة ويتحدث. هؤلاء ميليشيا أستاذ سليمان، هؤلاء ميليشيا لو كانوا لديهم رجولة أو كان لديهم يعني قيمة للإنسانية كانوا لم يرتكبوا هذه الجرائم. طيب بما أنها ميليشيا التحالف جهة رسمية دولية يتبع قوانين وأعراف وتقاليد متفق عليها دوليا يحترم الإنسانية، لا يعني ضرباتها الجوية هي دقيقة وأهدافها معينة، يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن التجمعات. ولذا يا سيدي قبل 4 أيام طلع رئيس ما يسمى الاستخبارات أبو علي الحاكم وسط صنعاء، طلع محمد علي الحوثي، طلع صادق أبو شوارب. هل يعقل من التحالف أن من أجل أن يصيب هدف رغم أنه مطلوب، وأن تعرف أن هؤلاء كلهم مطلوبين أمنيا وأن من على قائمة الإرهاب، التحالف تجنبهم رغم أنه يراهم ولديه رصد دقيق لهم. لماذا تجنبهم؟ لأن في التصويب إليهم هدر دماء أكثر من 3000 شخص. لذا أنا أقول لك أن التحالف دقيق وحريص، ولكن الحوثيين يستخدمون المدارس والمستشفيات والتجمعات السكنية من أجل الاستهداف. بالتأكيد. أشكرك الأستاذ سليمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية، كنت معنا من الرياض. و نشرك أو عودة أخيرة للأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، إذن سؤال أخير أيضا بنفس السياق، كيف يمكن للشرعية وللتحالف العربي تجنيب المدنيين استهدافهم في سواء من أخطاء التحالف أو على الأقل تحييد الميليشيا من استخدامهم كدروع بشرية؟ أخي، عادة الجهات التي تعمل وفق قواعد ما يسمى قواعد الاشتباك الدولي وهو ما أشار إليه الأستاذ سليمان، هؤلاء جميعا يعمدون إلى عدة أساليب. الأسلوب الأول هو الإعلام. الإعلام يمثل أداة التواصل مع المدنيين، وذلك من خلال التحذيرات التي تنطلق عبر القيادات العسكرية والقيادات السياسية التي تحذر حتى من أماكن التواجد، أنه يعني يجب أخذ الحيطة والحذر في التواجد في المناطق التي تعتبر مناطق اشتباك. النقطة الثانية، تقوم قوات التحالف في كثير من الأحيان بإسقاط معلومات للمدنيين للابتعاد عن المناطق التي قد تكون مناطق ضرب نار أو ما يشابه ذلك. الجزئية الثالثة هو ما يتم عبر المنظمات الدولية من إعطاء يعني تحرك المنظمات الدولية عبر منظماتها ومنظمات محلية للقيام بأعمال إنسانية وتحركات مدنية لإجلاء مواطنين في مناطق قد تكون مناطق خطر. هذه الأسس البسيطة التي يتم اعتمادها عادة للتحرك. لكن تبقى المشكلة الأكبر أنك تتعامل مع ميليشيات كما أشرت أخي الكريم، ميليشيات لا تحتكم لا لعقل ولا لمنطق ولا لقانون، وعندها استعداد أن تضحي بكل ما يتواجد على الأرض سواء الإنسان أو غير البشر. تستطيع هي تريد أن تضحي بكل شيء من أجل استمراريتها وبقائها. وبالتالي فنحن نتعامل مع هذا الجنون، والتعامل مع الجنون يعني يظل محكوم بكثير من التصرفات التي أشكرك. هي ردة فعل على ما يقوم به هؤلاء. وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهرة، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا لمدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية سليمان عسكر، وكذلك لأم ياسر عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء، وكذلك أيضا للإعلامي محمد الضبياني أحد أو قريب وأخ شقيق للشهيد أمين ناصر الضبياني الذي قضى في هذا القصف بمعسكر الشرطة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.